النهارده بقى احنا في مملكه النحل، واول مراحل فرز العسل. شفتوا زي ما احنا لابسين كده الحاجات دي بتتلبس علشان عارفين لسع النحل زي ما انتم شايفين اهو. هنبتدي بقى نعرف واحده واحده. مع استاذ هشام نعيم، معانا طبعا الحاج رزق، معانا الحاج عادل، يعني نشوف اول مراحل فرز العسل وناخد جوله كده في المنحل وبعدين نشوف بيعملوا ايه. يلا بينا اهو زي ما انتم شايفين. طبعا العسل والنحل كل ده ذكر في القرآن الكريم، فيه شفاء للناس. طب تغطي لي كده يا زيشان. الحر ما يبقاش في الصندوق. وغطيان عشان الحر ما يبقاش يلسع يلسع البارود يتخن. بس انا شايف شكر الجوافه والحاجات دي حواليه، ده حاجه مهمه صح؟ الجوافه والتين اهوتي. والريحان اهم حاجه، ده هو جميل الريحان، شجر الريحان حلو. انا شايفه كده كل ده والتوت والحاجات دي هو بياخد الغذاء بتاعه منه بقى. طب لازمة ايه الدخانه دي بقى؟ بتهدئ اعصاب النحل وتعود على كده. هي اهم حاجه، والواحد يقف من غير وش خلاص طالما خدت شويه الدخان. الدخان ده انت كان فرز دلوقتي بتعرف ان كان في عسل ولا لا؟ ما في بلاوز بتبقى فاضيه كده فعلا. نقاط والبيض بتاعه كده، فما بنطلعها هنطلعها. يعني انت تطلع بس البرواز اللي فيه العسل. اللي فيه العسل. ايوه. بعد كل قد ايه يا هشام كده؟ بيبقى كل فتره قد ايه؟ لا هو كل موسم، احنا هنا عشان ما بنقلش موسم الموالح. وموسم في موسم بتاع اللب بتاع في كفر الشيخ برضه. يعني ايه مواسم؟ لكن انا هنا في وادي بحري الموسم بتاعنا زهره البرسيم. زهرة البرسيم. يعني هو موسم النحل كل كم مرة في السنة؟ بالنسبة في مصر في ثلاث مواسم بس، النحل الجوال. اللي يروح موسم الموالح في الصالحية والخطرة والأماكن ديتي، وفي كفر الشيخ موسم بتاع اللب. أيوه. بتجيب لها برضك اللي ربنا بيبعتها. وخلاف العسل بقى في حبوب اللقاح هي المهمة واللي هو الحياة كلها. أيوه. عسل النحل مش عسل بس، يعني مش هي ما بيطلعش عسل بس. يعني النحل اولا قرصه النحل، سم النحل ده لوحده علاج وموضوع سبحان الله. في حاجه اسمها حبوب اللقاح بتيجي من الزهور، في غذاء ملكات اللي بتباع بالجرام. اللي هو النحل بيعمله اللي هو بيخلل اليرقه بدل ما تطلع شغاله عمرها من 60 ل 90 يوم تطلع ملكه عمرها من 6 ل 8 سنين. ما شاء الله. الماده دي اللي بتجمعها بتتباع بالجرام. ما شاء الله. بالجرام. وفي حاجه اسمها صمغ النحل، المنتجات بتاعت النحل. وفي شمع النحل ده نصوبه اللي هو الشمع الزايد. الشمعايه دي برضه مفيده جدا، اللي هو الشمع بيعمله مش الشمع الصناعي ده. الشمع الاصل اللي هو بيعمله من جوفه. حته زايده طالعه الوحيده هكذا اهو، ده بتتبلع يعني تملغها حتى لو ما فيش فيها عسل وبتتبلع لجرثومه المعده والالتهابات الاذن الوسطى واللي بيجي له حكايه اللي هو النزيف من الانف وكلام من دي. وفعلا صدق القران فيه شفاء للناس. علاجه شمع العسل. شمع النحل ده. سبحان الله. حياه اي بني ادم بيجي له نزيف او التهابات دايما في الاذن وجرثومه المعده، ده الشمع الطبيعي. وطبعا سم النحل ده في بيتباع وغالي، حقنه بتبقى فيها ميل كده اهو قد كده اهو وغاليه. يعني علاج رهيب. يعني الناس كلها مفكره اللي هو عسل بس، طلع بقى موال تاني خالص. حكايات طويله في مش ربنا سبحانه وتعالى يخرج من بطونها. ادي الخليه اهي،
ادي الخليه اهي، هنصور ده على العرب عشان ايه. بصوا يا جماعه دي الغزايه، دي الغزايه اللي بتحط فيها الاكل بتاعهم. ايوه ده العسل اهو، ده العسل اهو، سبحان الله العسل اهو بيلمع اهو، وده العسل المقفول اهو بيتقفل رقيق المخرج. ده العسل اهو، ده العسل اهو، وده العسل السايب أهو. سبحان الله. احنا بنخلصه من النحل عشان يخش المرحله الثانيه، مرحله الفرز. عليه امال ده ايه؟ دي حاجه اسمها بيت عذراء كده، بيتعمل كده. ده العسل المقفول اهو اهو، دي اليرقات اللي هتطلع، كل عين بتطلع نحليه اهي، العين دي بتطلع نحله. سبحان الله نحله. والوقت ممكن نقابل خليه نحله بتطلع، هنلاقي بروازل. دي البيت الواطي، ده البيت الواطي ده بيطلع نحله شغاله عاديه من اللي بتقرص وبتسرح. سبحان الله. البيت العالي ده وده بيطلع ذكر، بيطلع ذكر. وظيفته تكييف الخليه وتلقيح العذر لما يكون موسم تلقيح. سبحان الله، هو منظم وشغل، نظام مختلف. سبحان الله. دي المملكه بتاعه النحل اهو. دلوقتي نشوف الملك. الملكه اهي فين بقى؟ اهي اهي، دي الملكه اللي ادي الملك المختلف اهي، ادي الام، هي امه الوحيده. بتبيض بيضه رفيعه في العيون دي، لو واضحه تبدا العين توصل لغايه اما تتقفل وتفقس النحله من بوزها من اهو، تلقى النحله طالعه اهي اهي، نحله فاقسه اهي، طالعه لسه اهي للحياه اهي اهي بقى اهي، طلعينها من بيضه اهي طريه اهي. سبحان الله. 10 دقائق بتبقى زي النحله العاديه، 10 دقائق. ليه مده عمر ده يا هشام؟ النحلة عمرها من 60 ل 90 يوم في الموسم، اللي هو الموسم اللي احنا فيه دلوقتي، بتعيش 90 يوم. في الايام العادية 60 يوم وبتموت خلاص. ولما تقرص حد تموت برضه. ولما تقرص النحلة لانها بتسيب امعائها وكده. ادي الملكة اهي، الملكة اهي. لا سيبها اهي، مشي بقى اهي. لا سيبناها بقى. ده مكانها وبيتها، ودول كلهم ولادها، هي الام الوحيده. هي لو حصل لها حاجه بيسيبوا المكان ولا بيعملوا بيوت بقى جديده ويربوا ويجيبوا ملكه جديده عشان يعملوا ملكه جديده. او انا بقى شغلتي هناك، انا حلقه تبيه لهم بقى. ما شاء الله. شوف دي النحله بتفقس اهي، خاتم العسل ازاي اهي اهي، بتفقس اهي اهي، طالعه من العين اهي، هيفقس اهو. سبحان الله. اهو هتفقس اهي. ده العسل المقفول، ده العسل المقفول اهو اهو. انت مالكش بصبعك عشان اهو. ما شاء الله ما شاء الله. ده العسل المقفول. شوف ختم، وده النحل بيطلع، ده يمكن ينزل منه حاجه. ده ساعه الزمن على ما نروح هنلاقي كوم نحل طلع، لانه هيفقع حبوب لقاح. وفي حاجه اسمها عيون حبوب اللقاح ديتي، اللي هي بتيجي من الزهور. طبعا دي حاجه غاليه وحاجه قويه جدا اهي. في ناس بتلمها من على باب الخليه، لا احنا بنسيبها لما تدخل، لما تدخل وتتجفف وتتحفظ دي جبار. النحل ده كله هيفقس، كمان نلاقي كوم نحل في البتاع بعد ساعه لما نيجي قبل ما ندخل، لانه كله مبصم اهو هيفقس. بس خساره نسيبه شويه العسل اللي فيه. كل ده نحل هيطلع جديد ده. يعني ده هو لو يسب 10 دقايق، هسيبه 10 دقايق للاخر هنا يطلع منه. خساره خساره. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. هذا النحل بعسله. يا جماعه احنا واقفين في وسط النحل اهو، ما شاء الله. ده موسم الزهور انتهى، احنا كان في موسم زهور جميل وكده، بس يلا انتهى الزهور بقى. احنا في جبل ازاي؟ افتكر يا حاج رزق. نعم. من تحت الدخان ده اللي بيهدي النحل، سيبها لحظه واحده، لحظه واحده، شم الدخان، هدى، اشتغل فوق. انت مطمن، والمفروض ما تقفش في وش الخليه كتير، لكن احنا بنخلصها في 5 دقايق وبنخلص، ما بتنهارش تعمل مشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الخشب زياده، خشتين واثنين وثلاثه اهو، عشان الحر، عشان الحر.
اهو في البرد برضه ايوه وفي البرد البطاطين والحاجات دي ميري اهو زي جه. سبحان الله. هذا النحل اهو اللي هي هي كل خليه لها ملكه؟ كل خليه لها ملكه واحده. يعني ما فيش صندوق جنب صندوق كده يشكلوا مع بعض ولا حاجه؟ مستحيل يكونوا اثنين. سبحان الله. لا حلو صراحة النبي. يلا خليه يتجدد. شوفوا يا جماعة من داخل مملكة النحل، يعني احنا مع سيدي هشام صحينا من بدري عشان ننقل لكم كل الجمال ده الرباني. سبحان الله حاجة كده طبيعية. ايوه والله لسه صندوق. يعني انا زي شمال سالتك قلت لك في فعلا في نحل ما بيقرصش. الذكر ما بيقرصش. الذكر مع انه حجم كبير والمفروض يعني يخوف لكن ما بيقرصش. ايوه ما شاء الله. بص يا جماعه كل ده خير من خيرات ربنا عز وجل وفضل من ربنا عز وجل على البشريه كلها ورحمه اللي ربنا عز وجل بعت لنا نحل بنظام بانتظام معين وهو دليل على النظام في العالم كله. من انضف حاجه ومن اكتر حاجه منظمه في العالم مملكه النحل، وطبعا زي مملكه النمل لكن مملكه النحل مميزه مفيده لكل الناس، في شفاء فعلا للناس من كل الامراض. فيا ريت اللي ما بياكلش العسل ياكل عسل ويبتدي يعني يعود ولاده على الموضوع ده، لان فعلا دي حاجه مميزه ربنا بعتها لنا. ونتمنى ان الفيديو ده يلف الدنيا كلها عشان كل الناس تعرف ان ربنا قادر على كل شيء. واحنا بنلف كده في الخلايا يا جماعه في حاجه اسمها دبور. الدبور ده يا استاذ هشام بتقول دبور النحل. دبور النحل هو اصلا اسمه اسمه دبور النحل. لان هو بيجيب غذائه عشان يرقاته وكده من من النخل. لكن الدبور بياكل من 12 ل 15 دبور البالغ، عشان كده لازم تكون واخد بالك. وبياكل بطنها لو سيطر على خليه يخلص. أيوة. عليها في يوم واحد. الساتر يا رب. لو سيطروا على الباب ده على الباب ده الدبور تلقاه واقف بس من فوق كده ويسيطروا على النحل، دخلوا مدخل دبورين حوطوا المكان وكده. طب الدبور ده النحل بيعمل ازاي؟ النحل ليه درجة حرارة معينة. تمام. أعلى يستحمل أعلى من الدبور. أي. وليكن 50 درجة. الدبور 30 بس. هي نسبة زي دي. النحل يعمل صوت معين لما يهجم بقى على دبور ويروح ملموم عليه. كان شفت فيديوهات مسيحية لبنانية يزن 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 ويسخنوا نفسهم حوالين الدبور. يشبوه تلقى في الدبور، ولو قابلناها هجيبه لك. تلقى في الخليه الدبور اللي قد كده مشوي مشوي منهم وميت في الخليه دفاع ذاتي يعني. ريحته نفسها بتخوف الدبور. هنا بقى ايه البعبع بتاعه. ايوه فالنحل بيتصرف اهو. هو ده كان في اهو الدبور اهو 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 مات اهو. ضربته خلاص الضرب. هو كده الدبابير دي يا جماعه من اوحش الحاجات اللي بتاثر على الخليه. لو سيطر بيبقى وباء صعب. دي كانت يتيم جبت لها عذره جديد. العذره الصندوق ده كان يتيم بتتحبس هنا. دي ايه ده بقى؟ قفص. قفص بنحبس فيه العذره يعني ملكه لسه ما تلقحتش. تمام. ده الذكر اهو اللي ما بيقرص. ايوه كبير شويه اهو. بص اهو يا جماعه اهو اهو وما بيقرص. ده بيقرص ما بيقرصش الدك. يعني شوف اهو سبحان الله. دي القفص اللي بيبقى فيه العذره. دي حاجه جديده من بقى. خلال السلك. ايوه النحل ياخد على العذره اللي جوه وبياخد عليه. بقى جاني بقى بعد يومين ثلاثه
بفرجها من تحت بخرمها الخرم ده وتسيب بتاع زي ما هو وتسيب البتاع ده النحل يدخل ياخدها ما واخد عليها ايوه ويبقى تبقى امهم بقى الجديد يعني بتقعد لك كام يوم في القفص ده يومين حاجه يومين. جديده يا جماعه اول مره نشوفها حكايه القفص ده خلاص يعني دي فيها عذرة حره الوقت عالم تاني خالص اللي انتوا شايفين ده عالم تاني خالص ما تقوليش بقى لا بشر ولا حيوانات ده عالم تاني رباني لأول مرة أصوره عن قرب وأنا في وسط النحل وأنا بشكر طبعا أستاذ هشام نعيم حاج رزق عامر حاج عادل على الاستضافة الجميلة دي في مملكة النحل الجميلة دي احنا هنا في شمال الدلتا نصور لكم الجمال ده كله من داخل مملكة النحل مش هتروح يعني العذرة اللي احنا عاملينها ديت لو طارت بترجع تاني بترجع ما تخافش عليها هترجع على اولادها وعلى امها وعلى ريحتها ترجع تاني سيب الخليه لحظه بس لو طارت في وسط الهيصه دي لانها خفيفه بتطير اه ما هيش ملكه ام تقيله لسه يعني هترجع لوحدها شوفوا يا جماعه ده النحل من جوه الخليه بتاعته شوفوا سبحان الله ده كل شو عامل ازاي والنظام عامل ازاي يقف عليها على ما نرجع له الباقيه طبعا على ما نفرز بتاع. العسل بيدي له براويز جديده لغايه اما ايه يقف عليها ويستقر سبحان الله ودي فيها العذرة لحظه كده هتلاقي عشان تتطبع وتدخل معاها بنسيبها لحظه شوفوا هنا مملكه النحل وجمالها في وسط الزراعه حاجه سبحان الله كل الدخان ده علشان نهدي النحل ويبقى سهل التحكم فيه الذكر يا جماعه النحل اللي ما بيقرصش اللي هو حط كده على ايدي يا عم هشام ده النحل اللي هو ما بيقرصش شوفهم اهو لان هو ملوش ابره يعني النحل ده ملوش ابره فاي نحل ما بيقرصش ده بيبقى اللي هو ليه يا هشام الذكر ده سبب اللي هو ملوش ابره مالوش ابره اصلا طب بيبقى ليه بيت طبعا جوه الخليه الواحده ده اللي هو العالي اللي انا وريته لك قبل كده مش هنشيله يا عمري اللي هو البيت العالي اوري لك بيت الذكر طبعا اللي في ايده ديت بيبقى ينظف بيها النحل لا خدت بيت الذكر عالي اهو بيت الذكر اللي هو العالي ده العالي اللي هو اللي ما بيقرصش ده هيطلع ذكر طيب وانت حابس ايه بقى هنا كده دي عذاره احتياطي عشان اعمل اهي العذره اهي وشي اهي اهي اه العذره الثانيه تحت اهي والعذره اهي في كل بيت في عذره دول احتياطي بس انت تقللهم بعد كده اعمل لهم خليه جديده باخد شويه نحل واحبسهم في صندوق جديد في خليه القفص ياخدوا عليها وبعد يومين بخرم له من تحت يقدموها وياخدوها وتتلقح وتبقى ام خلاص وبقت خليه جديده بقت خليه جديده يعني ده ازاي تعمل خليه جديده لا والله ما شاء الله الواد جميل ما شاء الله السلام عليك يا ما شاء الله ما شاء الله اجمل يا عم الشيء هنحبسها بردك دي ايه بقى؟ احتياطي معاهم عذره كمان اهي عذره يا جماعه لما تتلقى هتبقى ام ايوه بتتحبس من دماغها كده اهي بحبسها زي دوت مع نحلتي بتحبسها في الخليه كده ده احنا حظنا حلو اللي احنا جبناه اهي تحبس لها مع نحلتين ولا حاجه يلا وبعد ما خلصنا الفيديو الجميل ده هنتظر تعليقاتكم وتقولوا لي ايه رايكم في مملكه النحل وايه رايكم في نعم ربنا علينا واحنا بنشكر طبعا في نهايه الفيديو الاستاذ هشام نعيم صاحب المنحل الحاج رزق عامر والحاج عادل عقاب ونستنى بقى في حلقات تانية كتير ان شاء الله وفي فيديوهات تانية كتير في اماكن تانية ومختلفه مع اسامه رزق يلا سلام